متسابقنا السابع للحلقة الثالثة من مسابقة راتي رمضانية في موسمها الثالث، المتسابق جلال الدين نعمان أحمد قاسم الخولان من اليمن، نشاهده سويا على الشاشة. أنا اسمي جلال الدين نعمان أحمد قاسم الخولان من اليمن، وسأقرأ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. إذن هذا المتسابق جلال الدين نعمان الخولان من اليمن، كلمتكم شيخنا. بارك الله فيك يا ابني جلال الدين، ما شاء الله يعني تلاوتك مجودة وجيدة، لكن لا أدري يعني لماذا، من علمك التفخيم؟ يعني ما أدري، أنت تزم شفتيك إلى الأمام، أنت تقول قولا قولا، التفخيم ليس كذلك يا أخي، قا قا، تضغط الحرف إلى قبة الحنك. كل إنسان خلق الله عز وجل له في أعلى الفم قبة، انتبهت؟ لما تكون في مسجد وتتكلم ألا تسمع لصوتك صدى؟ ما السبب؟ صوتك يخرج من فمك يذهب فيصطدم بقبة المسجد ويعود وله رنين اللي بنسميه نحن الصدى، هذا هو التفخيم. فالصوت إذا انضغط إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق واصطدم بسقف الحلق يعود وله رنين، الموضوع ما له علاقة بالشفتين. فلا تقل قول إبراهيم عصوني إسحاق إسحاق، لا مو إسحاق إسحاق، قو قو، اضغط الصوت إلى الأعلى المحرم را رم، هكذا التفخيم يا أخي. وارزقهم ور، شوف الراء ساكنة، ور زو زي مضمومة، زوق القاف بدك ترجع الشفتين إلى وضعهما الطبيعي، زوق ثم تقول هم، صارت هكذا وارزقهم وارزقهم. أما وارزقهم وارزقهم ماذا حدث للقاف؟ ضمت بسبب عدم إرجاع الشفتين إلى وضعهما الطبيعي. بارك الله فيك، أسأل الله لك مزيد التوفيق. وفيك بارك شيخنا الكريم، يعطيك العافية. شكرا لك أخي جلال الدين نعمان الخولان من اليمن.